وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود أرحب بك، وكيف تبدو أو يبدو المشهد لديك أمام معبر رفح وأيضا الجديد بخصوص المساعدات التي عبرت المعبر؟ بعد التحية، ربما الأهم اليوم أمام معبر رفح هو وصول الوفد البرلماني الفرنسي المكون من 16 نائبا من غرفتي البرلمان الفرنسي في زيارة لمدينة العريش وأيضا معبر رفح البري. منذ قليل انتهت يعني جولتهم أمام معبر رفح وتحدثوا مع مسؤولي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وأيضا التقوا بممثل المنظمة الأونروا أمام معبر رفح البري. كانت أبرز التصريحات التي تحدثوا بها هو ضرورة الوقف الفوري للنار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وأيضا بما فيهم الفرنسيين وأيضا الإفراج عن السجناء الإسرائيليين. تحدثوا أيضا على أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي لبدء المفاوضات والمحادثات بشأن الإفراج عن الرهائن والأسرى، وأيضا طلبوا بمنع بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين داخل قطاع غزة. هم التقوا أيضا بممثلي منظمة الأونروا للتأكيد على دعمهم مخافة أن تتوقف المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة بسبب تعليق بعض الدول لتمويل المنظمة، ولكن هم أكدوا على دور منظمة الأونروا داخل قطاع غزة وتوجهوا بالفعل بالشكر للسلطات المصرية على تسهيل مهمة وصولهم إلى معبر رفح، في حين أن إسرائيل منعت تواجدهم داخل الأراضي الفلسطينية، وهذا خطأ على إسرائيل بحد وصفهم وقولهم. فبالتأكيد هذه الزيارة أيضا سيعقبها زيارة إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري للاطلاع على تجهيز المساعدات الإنسانية التي تذهب مباشرة إلى معبر رفح البري، ثم سيكون زيارة أخرى أيضا لتفقد الجرحى والمصابين في مستشفى العريش الذي يقوم بدوره في تقديم الخدمة العلاجية والصحية لكل المصابين الذين يستقبلهم معبر رفح. في خلال هذه المبادرة وهذه أيضا الزيارة أمام معبر رفح، يعني تم التأكيد على ضرورة وقف كل هذه المجازر والتعاون مع السلطات المصرية في الوصول لهذه الحلول فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الكامل. فيما يتعلق أيضا بإدخال المساعدات الإنسانية، يواصل معبر رفح هذه الجهود الإنسانية والصحية. فيما يتعلق بالمساعدات، نتحدث عن دخول 150 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 99 شاحنة من منفذ العوجة، ونتحدث أيضا عن 4 شاحنات للغاز. حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها استقبل معبر رفح اليوم 20 مصابا بالإضافة إلى 33 مرافقا لهؤلاء المصابين، وعلى الجانب الآخر تتم بعض عملية الإجلاء لبعض المصابين إلى دولة قطر من خلال مطار العريش، وأيضا بعد قليل سيستقبل مطار العريش طائرة إماراتية على متنها بعض المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. وكل هذا يتم بالتعاون مع السلطات المصرية والتجهيز الدائم لهذه المساعدات التي تصل دائما على مدار الوقت ولم تتوقف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من مدينة العريش وأيضا معبر رفح، وسنتابع معكم خلال الخدمات الإخبارية القادمة نهاية الزيارة للوفد البرلماني الفرنسي. إليكم الكلمة مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.